بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة هود عليه السلام من الآية 12 إلى الآية 55 من السورة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى: فعميت عليكم. قرأ ورش كلمة فعميت بفتح العين وتخفيف الميم فتصير فعميت عليكم، مبنيا للفاعل وهو ضمير البينة. من كل زوجين اثنين. قرأ ورش لفظ كل بغير تنوين فتصير من كل زوجين اثنين، فاثنين مفعول للفعل وهو كلمة احمل، ومن كل زوجين محله نصب على الحال. بسم الله مجريها. قرأ ورش كلمة مجريها بضم الميم فتصير اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها، من أجرى وله تقليل الراء. ويا سماء أقلعي. قرأ ورش كلمتي ويا سماء أقلعي بإبدال الهمزة الثانية واوا فتصير ويا سماء وقلعي في لغة بعض العرب. فلا تسألني ما ليس لك به علم. قرأ ورش كلمة تسألني بفتح اللام وتشديد النون مكسورة وإثبات الياء وصلا فتصير فلا تسألني ما ليس لك به علم. ووجهه أن النون للوقاية، والفعل مجزوم بلا الناهية، وقد صار القارئ بالتقليل في الكلمات الآتية وهي كلعما، آتانيا، مجريها، ومرسيها، الدنيا، نادي. وقد أبدل الهمز الساكن حرف مد من جنس حركة ما قبله في الكلمات الآتية: يؤمنون، يؤتيهم، ياتيكم، وهكذا. إني أعظك. قرأ ورش كلمتي إني أعظك بفتح ياء الإضافة فتصير إني أعظك في لغة العرب. أن أسألك ما ليس لي به علم. قرأ ورش بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله مع حذف الهمز. أما كلمة أسألك فإن الهمزة الثانية وقعت بعد ساكن، بعد ساكن متصل بها في كلمة واحدة فلا نقل فيها، ومثلها قرآن، ظمآن، يسألك، فلا نقل فيها لورش. وإلا تغفر لي وترحمني أكن. قرأ ورش كلمتي وترحمني أكن بسكون الياء مدا منفصلا وهي ساكنة عند جميع القراء. إن أجري إلا على الذي فطرني. قرأ ورش كلمتي أجري إلا بإسكان الياء في كلمة أجري فتصير عنده مدا منفصلا مشبعا. إلا على الذي فطرني أفلا. قرأ ورش كلمتي فطرني أفلا بفتح ياء الإضافة فتصير
إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون؟ هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم
فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا نجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا
إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمس منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا نجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتناك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء
تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. صدق الله العظيم.